حسب ما وصلنا الان المركز الاعلامي بمدينه النصر، اولا تمت الموافقه على وبالاجماع على اختيار الامير طلال بن بدر نائب لرئيس هيئه اعضاء الشرف. اثنين، تمت الموافقه على تخفيض رسوم الاشتراك في الهيئه الى 100,000 ريال تدفع قبل بدايه الموسم الرياضي، علما بان الباب لا يزال مفتوحا لمن يريد الانضمام في الهيئه، وذلك بالايداع بنفس حساب الهيئه الذي يعلن عنه او اعلن عنه النادي سابقا، على ان يستمر ذلك حتى نهايه او حتى قبل اجتماع الهيئه القادم. ثالثا، تم تشكيل المجلس التنفيذي من 7 أعضاء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الحكيم بن مساعد، والعميد فهد بن سليمان المشيقح، وأمين عام النادي الأستاذ علي حمدان. وسيعقد المجلس التنفيذي اجتماعا له الأسبوع القادم لتحديد مناصب أعضاء المجلس. أخيرا، تمت المصادقة على بنود جدول الأعمال التي وردت من اجتماع أعضاء الشرف مع مجلس الإدارة والذي عقد في رمضان الماضي. فواز، أسألك عن عودة الأمير ممدوح. كما علمنا في الاجتماع أنه تعهد بسداد الحقوق المترتبة على ماسا والبالغة تقريبا 3,600,000 حسب ما قالنا الزميل فهد المجاهد، إضافة إلى تقديمه مبلغ 500,000 أيضا سوف يعلن عنها بعد قليل في لقاء مع فهد. عودة الأمير ممدوح بعد خروجه بعد الاجتماع الماضي عبر وسائل الإعلام ووصفه الاجتماع بأنه غير مجدي وغير نافع، أوصاف كثير لا أريد أن أعود لها، بماذا تفسر هذه العودة؟ الأيام الماضية هل كان فيه تعتقد في جهود مختلفة يعني جمعت بين الآراء المختلفة، وبالتالي كانت النتيجة عودة الأمير ممدوح ووجوده حتى في المجلس التنفيذي أو المكتب التنفيذي؟ عودة الأمير ممدوح مهمة عادل لصالح الجانب النصراوي، كلنا نعرف أهمية هذا الرجل، وايضا بغض النظر عن الحقوق الماديه اللي ماسا لان اصلا لا تمثل يعني حجر عثره بالنسبه للامير، لانه كثير من المواسم سابقه ومن ازمنه بعيده قدم الامير ممدوح الكثير لصالح نادي النصر، لكن هي كانت عباره عن اختلاف في وجهات النظر، اختلاف مع الاداره الحاليه او الادارات السابقه. انا اعتقد انه في تحرك شرفي كان فاعل ومؤثر في الفتره الاخيره، استطاع أن يجمع النخبة اللي احنا شاهدناهم في هذا الاجتماع. وأضيف أنه الأمير ممدوح بن عبد الرحمن، إذا كان سؤالك يخص الأمير ممدوح بن عبد الرحمن، هو يعتبر رجل له يعني مكانته في داخل البيت النصراوي، وأيضا لديه قدرة على أن يشكل جهة ضد النادي لو افترضنا أنه البعض يعتقد أن الأمير ممدوح ضد النادي، لأنه هو شخص قوي ومؤثر ومهم داخل البيت النصراوي سواء بالنسبة للجماهير وبالنسبة للاعبين. لكن أنا أعتقد هذه الصورة وجمعتها في صورة واحدة لصالح النادي، وأنا أعتقد حتى الموجودين الآن يمثلون سفراء لأعضاء الشرف للغائبين، لأنه في كثير من الأسماء الغائبة أيضا مهمة وداعمة يعني بشكل كبير لصالح النصر. نتمنى أن الروح اللي جمعت النصر في هذا المساء هي نفسها الروح اللي حتتحرك أيضا في الفترة القادمة لصالح لم جمع شمل أعضاء الشرف النصراويين. معليش أنا عادل أحيانا أتأخر في الكلام أو هذا لأنه في صدى بيوصلني. طيب، فأنا يعني معليش عارفين الوضع، أحيانا في بعض المشكلة في الاتصالات يعني مرة تطلع ومرة ما تطلع.